نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. إيقاف توزيع الأدوية في كامل تراب الجمهورية بداية من يوم الغد. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يدعو إلى التدخل العاجل لإيجاد حل يضمن استمرارية عمل منظومة توزيع الأدوية. الجامعة العامة للفلاحة تنظم يوم 20 ديسمبر الجاري تجمعا عماليا ومسيرا نحو مقر وزارة الفلاحة. وسوسة الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل ترويج المخدرات. إلى تفاصيل النشرة، حيث أعلنت الغرفة النقابية الوطنية المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة في بيان لها مساء الأحد أنه إثر عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من الموارد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 22 و2000، ونظرا لارتفاع المتواصل الأعباء المالية لهذه المؤسسات، فأن المكتب التنفيذي للغرفة النقابية وجد نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية وفق نص البيان، وذلك بداية من اليوم 25 ديسمبر 2022 إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية. ومن جهة أخرى، أكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة انشغاله لما سينجر عن قرار إيقاف توزيع الأدوية بالجملة لنشاطها بداية من الغد بكامل تراب الجمهورية من أثر سلبي على حق المرضى في الحصول على العلاج. كما دعا المجلس الجهات المسؤولة للتدخل العاجل لإيجاد حل يضمن استمرارية عمل منظومة توزيع الأدوية، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم. وفي سياق آخر، أكدت الجامعة العامة للفلاحة تنظيمها لتجمع عمالي يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، تليه مسيرة تنطلق في ذات اليوم من مقر ديوان الأراضي الدولية إلى مقر وزارة الفلاحة، وذلك للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في القطاع والضغط على من أجل تحقيق جملة من المطالب العريقة. وذكرت جامعة الفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها مساء الأحد بأن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي في إطار المطالبة بتنفيذ الاتفاق المبرمة سابقا مع سلطة الإشراف، وكذلك من أجل الدعوة إلى سحب المنشورين عدد 20 و21 المتناقضين للتفاوض أو المناقضين للتفاوض وفق نص البيان. ودعت أيضا إلى تطبيق الاتفاق الخاص بعمال الحضار وإرجاع الموقفين منهم إلى سالف عملهم، مطالبة بإيجاد حل لوضعية الشريحة العمرية المتراوحة ما بين 45 و55 سنة. احتفظت ليلة البارحة فرقة الأبحاث العدلية الحرس الوطني بسوسة بثلاثة أشخاص بعد أن تم حجز لديهم قطاع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطني حسام الدين جبابلي. وأضاف جبابلي في ذات السياق أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما. أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأن الوحدات الحرس الوطني العاملة بالكاف والقصرين تمكنوا ليلة البارحة من القبض على 5 أشخاص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية بطريقة غير نظامية، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما. خرجت مظاهرات في محافظة السويداء جنوب سوريا اليوم الأحد احتجاجا على تردي الواقع المعيشي، وقالت مصادر محلية بأن شخصا قتل وجرح آخرون بعدما أطلقت قوات النظام الرصاص على المحتجين في محيط مبنى المحافظة. وذكرت المصادر بأن عناصر الأمن المتمركزين بين مبنى المحافظة وقيادة الشرطة استمروا في إطلاق الرصاص. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بداية من اليوم إيقاف توزيع الأدوية في كامل تراب الجمهورية. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يدعو إلى التدخل العاجل لإيجاد حل يضمن استمرارية عمل منظومة توزيع الأدوية. الجامعة العامة للفلاحة تنظم يوم 20 ديسمبر الجاري تجمعا عمليا ومسيرا نحو وزارة الفلاحة. وسوسة الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل ترويج المخدرات. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.